مرحبا بالعناوين نبدأ هذه النشرة. لودريان في بيروت غدا وترقب لما سيحمله. بوحبيب يتحدث عن تفهم أوروبي لقضية النازحين السوريين. بوصعب اقتراح الانتخابات النيابية المبكرة يعود إليه. الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، إنستغرام، تويتر وتيك توك. تترقب الأوساط اللبنانية وصول المفد الفرنسي جان-إيف لودريان غدا إلى بيروت، حيث يزور مقري رئاستين الثانية والثالثة ويلتقي أبرز رؤساء الأحزاب والكتل، من دون أن تخرج الطروحات المتداولة حول مضمون الزيارة حتى الآن عن إطار التكهنات. وفي الانتظار تواصل حكومة المنظومة مساعي الاستيلاء على الصلاحيات وخرق الدستور، سواء على خط التعيينات العسكرية والأمنية أو لناحية الاستفاقة المتأخرة على ضرورة مناقشة الموازنة العامة مع إقرارها. قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب في الاجتماع مع الأوروبيين: لمسنا تفهما لأول مرة بشأن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم. واستكمل بوحبيب: ننتظر الحوار لنرى كيف ستذهب الأمور بشأن هذه القضية. عبد الله بوحبيب أيضا تناول الخطوات التي اتخذتها الوزارة للحد من النفقات. كانت أهم شيء بالوزارة إنه بدنا نشوف كيف بدنا نمول، عندنا 89 بعثة وعندنا 1050 موظف وحوالي 200 دبلوماسي، فقررنا إنه نخفض المصروف بكل أنحاء، وين ما كان فينا نخفض بلشنا نخفض. الميزانية سنة بالدولار الموازنة سنة 21 كانت 95 مليون، سنة 22 وين الموازنة طلعت يعني متأخرة، مش صارت 77 مليون، اوكي هيدي ب 22. لكن نحن وين بلش التخفيض؟ بلشنا اول شيء بالدبلوماسيين، بالحقيقة برواتب الدبلوماسيين خفضنا شيء مليونين ومئتين ألف أو حوالي 8-9% من المعاشات. فعنا الإيجارات، إيجارات المكاتب والسكن لرؤساء البعثات، هذه كمان كانت حوالي 9 ملايين دولار، نزلت حوالي 6.5. وفرنا على المزبوط 2,598,000. السفير عدوان ب 14 الشهر هيدا توقف العمل كسفير، في المستشار زياد طعان هو القائم بالاعمال هنيك. لا ما في تفكير بتعيين سفير، لان ما فينا نعين سفير، لانه ما بيسمح لنا نعين سفير، والسفاره ماشي، هو ب 21 شهر توقف، صار بصير مواطن عادي بيجي على بيروت، لانه نحن رح نخبر كل اللي طلع بالجرايد واللي اجانا من الفرنسيين، رح نخبر فيها وزاره العدل، وهي وزاره العدل والسفير عدوان هو من خارج الملك، سفير من خارج الملك، وبدنا نبت بامره. أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب أن اقتراحه القاضي بإجراء انتخابات نيابية مبكرة هو من بنات أفكاره شخصيا، وتم نسب هذا الأمر السياسي يعود إليه حصرا، نافيا أن يكون طرحه موحى أو موصى به من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أو حزب الله كما افترضت بعض المخيلات. وأوضح في حديث إلى صحيفة الجمهورية أن ما دفعه إلى إطلاق هذا الطرح هو حجم الاستعصاء في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، مشيرا
أشارني إلى أن كل ما أراد هو أن يرمي حجرا في المياه الراكدة لكسر المراوحة وإنتاج دينامية تساهم في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي هذه هي فقط حدود اقتراحي، قال أبو صعب، ولا يجوز تحميل هذا الأمر وزنا زائدا من التأويلات والتفسيرات التي لا علاقة لها بالحقيقة. ولفت أبو صعب إلى أن لا حوار ممكن حتى الآن بسبب رفض البعض له، ولا الانتخاب متيسر نتيجة التوازن السلبي في مجلس النواب، وهناك من يهمس بأن المجلس الحالي قد لا يستطيع اختيار الرئيس حتى انتهاء ولايته. وتساءل أبو صعب، هل المطلوب أن نبقى مكتوفي الأيدي وأن نقف متفرجين على الشغور المتمادي وتداعياته من دون أن نحرك ساكنا؟ ختم أبو صعب. ماذا في أسرار اليوم؟ تجزم مرجعي روحي بأن بكركي ترفض تجاوز الأفرقاء المسيحيين الأساسيين رئاسيا، وأن كلمة عن عدم تفضيل أي مرشح يصب في الإطار الشخصي لا السياسي. تتجه الأمور بحكم الأمر الواقع إلى مزيد من التقارب بين التيار والقوات والكتائب بالمرحلة المقبلة. سأل مرجع سياسي، هل سننتظر حتى بداية عام 2024 لتنتهي ولاية قائد الجيش حتى يبدأ العمل الجدي لانتخاب رئيس؟ مصرفيا، وقبل ما يقارب الشهر من انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفادت وكالة الأنباء المركزية أن الاجتماع الاستثنائي للمصارف أفضى إلى التمديد سنة واحدة لمجلس الإدارة الحالي لجمعية المصارف برئاسة سليم الصفير. أعلنت وزارتا الزراعة والاقتصاد والتجارة أن المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر وقعا عقد مشاركة في إكسبو قطر 2023، وأشار في بيان مشترك إلى أن الحكومة اللبنانية تغتنم هذه المناسبة لتجدد الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا ولكل الأشقاء العرب على الدعم الدائم لبلدنا في كل الظروف التي يمر بها لبنان. فصل أول ونعود إلى النشرة. أهلا بكم من جديد. الامتحانات الرسمية إلى الواجهة من جديد. المدير العام لوزارة التربية يهدد بعض ممثلي أصحاب المدارس الخاصة بنقل تلامذتها إلى أقضية أخرى. ماريا يمين والتفاصيل. اجتاح وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدير العام للتربية ورئيس اللجان الفحصة بالامتحانات الرسمية عماد الأشقر خلال الاجتماع عبر تطبيق زوم جمعه بمسؤولين بالتعليم الخاص بهدد في بعض ممثلي أصحاب المدارس الخاصة بنقل طلابها إلى أقضية أخرى. يلي بس زو مكير وعنطورة والجونية فيهم 20,000 تلميذ، فيهم 5 مدارس فيهم 20,000 تلميذ، في أستاذ واحد من عنطورة. اللي رح قلكم إياه أنا كرئيس لجان فحصة من هلأ قبلكم، كل منطقة لن يشارك القطاع الخاص فيها بنسبة تكون مقبولة تقدر تساند على القطاع الرسمي، رح أضطر أنقل أولاد هذا القطاع الخاص البكسر، وين يمكن جيبوا على المتن، يمكن جيبوا على بيروت، يمكن جيبوا على الضاحية، يمكن طلعوا على بعقلين. من هلأ عم قلكم ما حدا يطلع يقول شو عملتوا فينا ولا عملتوا فينا، عم تعملوا بحالكم. قلت لكم من قبل أبونا يوسف وطلبت منكم وترجيتكم وتمنيت عليكم، وللأسف أساتذتنا آخر همهم وما زال آخر همهم. أنا ما عندي حل، ما عندي أساتذة رسمي تغطي وين ما كان، رح أحصر مراكزي، ومراكزي يمكن تطلع برات القضاء، وبالتالي طلابكم رح يطلعوا برات قضاء مدارسكم. بقى ما تلومونا، لأنه مثل ما بتعلمونا نحصد ما نزرع. بدكم تضغطوا على معلمينكم، بدكم تجبروا معلمينكم. ممنوع، ممنوع ما يشارك حدا، مش مقبول ما يشارك حدا.
70% بالانقطاع انتم بتشكلوا. هالفيديو زاد قلق وتوتر التلاميذ اللي مروا بعام دراسي غير طبيعي اساسا. الاشقر عاد واوضح انه لم يهدد احدا وانه مقطع الفيديو المسرب مجتزأ واتى بسياق الحديث. هو الامر اللي اكده الامين العام للمدارس الكاثوليكيه الاب يوسف نصر للاو تي في، معتبرا انه نيه من سرب الفيديو المقتطع من الاجتماع الخاص والضيق والمطول غير سليمه. نصر جزم بانه كلام الاشقر عفوي ونابع من حرقه قلب، معلنا انه حرصا على اجراء الامتحانات بموعدها وعلى حق التلاميذ بتقديمها، بدأ سلسلة اتصالات بإدارات المدارس الخاصة لتسهيل وضمان إجراء الامتحانات، مناشدا الأساتذة التسجيل ضمن المهلة الممتدة إلى الخميس 22 حزيران الجاري، أي بعد أيام قليلة. ولدى سؤاله شو رح يتغير بهالوقت القصير، أوضح نصر إنه المدارس الخاصة لم تكن على علم بخطورة الوضع اللي شرحه الأشقر لجهة النقص الكبير بعدد الأساتذة وعدم قدرة القطاع الرسمي على تخطيطه، ودعا وزارة التربية إلى مؤسسة الشراكة بين القطاع العام والخاص وترجمتها بآليات تطبيقية واضحة بتضمن دور القطاع العام وبتحدد دور القطاع الخاص. ولكن السؤال بيبقى، ليش التأخر بطرح المشكلة علما أنه النقص منه جديد إذ موجود من حوالي 4-5 سنين بمناطق المتن، جبال وكسروان وحتى ببيروت، لأنه عدد المراكز كبير وأصبح عدد معلمي الملاك قليل فيما المتعاقدين غير ملزمين. وهالنقص الكبير ما بتسده مشاركة أساتذة القطاع الرسمي كلهم بحسب ما أكدت مصادر تربوية للأو تي في. أما إشراك القطاع الخاص بلجان الفحص المراقبة والتصحيح فمطلب تاريخي أساسا، ولكن يبدو أنه سبب عدم حماسة الأساتذة بالإجمال للتسجيل بيعود لتقاضيهم بدل المراقبة القليل وبدل النقل السنة الماضية بعد 6 أشهر. ولهيدا السبب بيلتقي نقيب المعلمين نعمة محفوظ وزير التربية غدا، آملا أنه يكون الدفع عاجلا لتحفيز الأساتذة على المشاركة، ليبقى إجراء الامتحانات رهن رابطتي التعليم الأساسي والثانوي اللي لا نية لديها بالمقاطعة حتى الآن، بانتظار إعلان موقفها الرسمي بعد جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اللي بيلحظ جدول أعمالها بنود متعلقة بالأساتذة. فهل رح يتم الإيفاء بالوعود؟ إلى تاريخ اليوم. في 20 حزيران 1982، وتحت شعار الاعتراض على مشاركة رئيس حركة أمل نبيه بري بهيئة الإنقاذ الوطني اللي شكلها الرئيس الياس سركيس بعد الاجتياح الإسرائيلي واللي ضمت بشير الجميل، وتحت تأثير الثورة الإسلامية بإيران، أعلن حسين الموسوي وأعضاء آخرون الانشئاء عن حركة أمل وأسسوا ما سمي بحركة أمل الإسلامية يلي أطلق عليها لاحقا السيد محمد حسين فضل الله اسم حزب الله. فاصل جديد ونعود إلى النشرة. أعلنت قطر أنها وقعت اتفاقية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية لتزويدها الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً في ثاني اتفاقية طويلة الأمد مع الصين في أقل من عام. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة خلال مراسم أقيمت في الدوحة إلى أنه بموجب هذا الاتفاق سيكون من خلال قطر ستورد قطر 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي إلى الصين على مدى 27 عاما. ولفت إلى أن توقيع هذه الاتفاقية سيتخللها أيضا توقيع اتفاقية أخرى لبيع وشراء أسهم تنضم بموجبها الشركة الصينية كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أحد جزئي أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. تسببت درجات الحرارة المرتفعة في مصر ما يقارب 170 شخصا في ولايتين شماليتين في الهند. وبسبب درجات الحرارة المرتفعة في الهند تدفق حشد كبير من المرضى إلى المستشفيات، ما أدى إلى نقص الموارد الطبية وانقطاع الكهرباء والمياه وعلى نطاق واسع. وتسبب أيضا بتفاقم من حدة الوضع الصحي في البلاد. وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الهندية، كانت درجات الحرارة الأخيرة أعلى من المتوسط المعتاد، حيث وصلت إلى 43.5 درجة مئوية. ومع هذا نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعلى قناة الOTV على يوتيوب وعبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام تويتر وتيك توك. شكرا للمتابعة ونلتقي بنشرة جديدة إن شاء الله.